اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده كسكسي بالديك الرومي. ده تبذير يا شيف؟ لا ولا حاجه، عندنا ديك رومي في الثلاجه وانا عايزك تعملي عمليه رقابه على الثلاجه، الرقابه جوه بيتنا. يعني ايه يا شيف؟ الثلاجه فيها خضار، فيها لحمه، فيها فراخ، فيها شويه سمك، شويه جمبري. ابداي طلعي الحاجات دي كلها وهيكليها من جديد، اعاده هيكله يعني جوه بيتك. يعني معانا الورك الديك الرومي، اكلناه قبل كده محشي، اكلناه قبل كده صينيه بالخضار، هنعمله النهارده كسكسي مع تشكيله من الخضار مع الديك الرومي ده، ونشوف الطعم بتاع الخضار الجميل، وخاصه لو في قرع عسلي من خير ارضنا. احنا عندنا القرع العسلي هنا على الطريق الزراعي والصحراوي، بجد العالم بيحسدنا عليه. القرعيه دي كده بتعمل لها 5 6 جنيه 10 جنيه، فيها كل العناصر الغذائيه. معانا كمان النهارده فلفله محشيه، هنحشيها رز مع لحمه على طريقتي الخاصه، ونشوف ازاي جوزك نفسه في المحشي اكله محشي بطريقه حديثه. مش لازم اقعد اعمل له حله كرنب وحله ورق عنب واقعد اشتغل فيها طول النهار وفي الاخر يا تسلم ايدك يا ما تسلمش ايدك. لا، هنعمل محشي النهارده الفلفل الملونه مع اللحمه والرز بطريقه جميله ولطيفه هتعجبه ان شاء الله. العكل ده بتاعنا العدل بتاعه للامانه عايز عصير فريش. احنا عندنا المانجا في السوق مغرقه السوق، والمانجا المصريه بتاعتنا مفيش زيها في العالم، وخاصة المانجا العويس الحلوة والمانجا الملحمة اللي ما فيهاش شعر. هناخدها ونعملها النهارده السموزي مع الايس كريم فانيليا. قلب الصغير لا يتحمل. مش عايز اطول حضراتكم لان عدى تفاصيل كتير ومعلومة غير معلومة، والاكل النهارده له مذاق تاني وطعم تاني، لانه طبعا احنا اتفقنا يوم الثلاث من كل اسبوع بنروح كل الدول العربية ونجيب منها اشهر الاكلات. فاحنا النهارده بنوجه تحية كبيرة لاخواننا في تونس والجزائر والمغرب من ارض مصر ومن الدنيا، وبنعمل الكسكسي بالديك الرومي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا نشوفوا مع بعض تفاصيل الحلقه بتاعتي. معايا ورك ديك رومي، مش لازم يعني عشان ناكل الرومي نروح نجيب ديك رومي وزنه 5 6 كيلو ونبوظ الميزانيه بتاعه السنه كلها ولا بتاعه الشهر. عادي ممكن نشتري في السوبر ماركت الكبير، بتقولوا له عايزه ورك، عايزه صدر، عايزه نص كيلو، ربع كيلو، وهكذا. معانا ورك ديك رومي سمين، ومعانا الكسكسي بتاعنا طازه جبناه من ست طيبه على مبنى مزبيرو من بره هنا. الناس الطيبين بيبقى الكسكسي والجبنه القديمه وحاجات لطيفه جميله جدا يعني، والنعناع الاخضر كل يوم بنجيبه طازه. ومعانا طبعا في المقادير خضار، كوسه، بتنجان، قرع عسلي، ومعانا كمان من الكزبره الخضراء اللطيفه وبصل وتوم ومعلقتين سمنه. حلو الكلام. تعالوا نشوف مع بعض ازاي هنعمل الكسكسي النهارده بطريقه سريعه كده وسهله، تقدر كل مبتدئه في المطبخ تعملها بدون مشقه. بساطة، سهولة، مرونة، تعملي أي أكلة نفسك فيها حتى لو من المطابخ العالمية زي الكسكسي النهاردة. حلو؟ أول حاجة هبدأ بيها تسوية الفخدة الرومي. حلو الكلام؟ آه. حلو. حط بصل على النار. حط شوية بوكيه جرنيه كده عشان ناخد شوية شوربة حلوين. آه. سكينتك حامية في إيدك. بصلاية حلوة. فص توم محترم، معلقة زيت زيتون مخلوطة بمعلقة سمنة حلوة. بما ان الديك الرومي او الفخدة الرومي نسبة الدهون فيها بتبقى قليلة شوية، غير مثلا لما تعملي لحم ضاني او العلوش. اخواننا في تونس والجزائر والمغرب يسموا لحم الخروف علوش. حلو قوي. كتريش سمنة، نحمر البصل ده كده. حلو قوي. اوعى تنزلي بالثوم دلوقتي، اسمعي كلامي. من المشاكل اللي بتحصل في المطبخ الكبيره اللي بتزعلني، احنا عايزين شويه مرق حلوين وشويه شوربه حلوين، ان احنا ننزل بالثومه نحمرها مع البصله واحنا بنحمرها. الطيم مفيش نسبه وتناسب، فالبصلايه تاخد لون الاول وبعدين ننزل بالثومه، ده الطبيعي. ولو بتعملي طشه فته ولا حاجه، خلي بالكم في الحاجات اللي بقولها دي وانا شغال، المعلومه غير معلومه، هي بتيجي لوحدها كده، رزق بيجي يعني. ما دي ارزاق، والارزاق دي ممكن تكون فلوس، خبره حلوه في عمل الشغل الواحد، يا ربنا يوعده بحاجه حلوه. ولكن المعلومه والكلام والطيبه في الكلام ده رزق لوحده من عند ربنا. التومه اللي بتاعت الفته درجه احمرارها بيتوقف على طعم الفته او طعم الملوخيه.
حمرت التومه جامد بتديك مرار في طعم الفته، اسودت منك ما بتظبطش معاك الملوخيه، فيها كده احمرار. لازم نتبع الموضوع ده ونشوفه بالظبط يعني. بصلايه بالشكل ده كده تتحمر شويه. نبدا نجهز الفخده بتاعتي اللي هي الرومي، اللهم صل على النبي، مش قادر اشيلها من وزنها. حلو، حطها لي فورة فويل ومدلعينها. ايه الجمال ده، ايه ده، ده انا مش عايز اطبخ، خليها كده اتفرج عليها. حلو، سكينتك حاميه علشان لما تبتدي انك تقطعي فراخ او تخلي فراخ او تسحبي فراخ، لو السكينه مش حاميه بتهري الانسجه بتاعت الفراخ. سنيت السكينه بالمستحد، مش لعبه اي حد، لازم تمسحي منديل كده عشان احتكاك المعادن مع بعضيها. وناخد الورك ده كده المحترم ده كده، السكينه ماشيه لوحدها. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، هي عارفه رايحه فين، هي عارفه رايحه فين. اه لا، جيب لي بص الورك ده متشال في الفريزر عندنا اعتقد تقريبا والله بقاله شهر. اهو ايه الحلاوه دي، ايه الموزه الحلوه دي يا شيف. شفتوا تفاصيلها اهو، متربي على الغالي. الديك الرومي ده اللحم بتاعه الحلو ده كده، الحمار الحلو ده كده اهو، زي ما هو يا شيف، زي ما هو. اخده احطه مع البصلايه يتحمر اهو. ونيجي لاخونا ده الحلو ده كده، برضه السكينه ماشيه عارفه رايحه فين. اه اللهم صل على النبي. اه هنا المفصل ده بيعمل ايه؟ اه بسم الله. حلو قوي. في هنا صعوبه شويه. اه ناخده زي ما هو كده. اه ايه ده، ايه الحله اتملت مرزه. اه ربنا مبارك. اه كانك عملت فخده ضاني في قلب الحله. نقلب البصل مع الفخده الرومي تقليبه كويسه، بس نحط بهارات هنا. ليه؟ علشان البهارات تتعرف على الانسجه بتاعه الديك الرومي. تحط بقى شويه ايه، كزبره. اخواننا في المغرب وتونس والجزائر يحبوا الكزبره الناشفه والكمون. حلو. اه التوابل العربيه. شفت البصلية كده تنزل. عندك شوية خضرة زي دول حطيهم زي الفل، حرام نرميهم. نحط التوم بتاعنا. حلو قوي. بهاراتك يا شيف، الكركم بقى والبابريكا والكمون علشان شوية مرق حلوين. اهو اهو، ايه الحلاوة دي يا شيف. اهو والصفار والطعم بتاع الشوربة وبتاع المرق. اهو هنا الديك الرومي بيتدلع، فلفل اسود يا عم الشيف. شوية زعتر حلوين، كل دول مع الديك الرومي يا شيف. حبهان. ما عدا الملح، الملح هنا في الآخر لأنه بيعرقل عملية السوى. نقلب دول كلهم مع بعض. طب ده هيلحق يستوي يا شيف مغازي في التايم المسموح لك على الهوا؟ دي أنت ما تقدرش طبعا إيه تجامل فيها يعني، اقول لك خلاص المخرج لازم تسمع الكلام. انا دوري وهدفي واحد، اوصل المعلومه البسيطه لحضراتكم، ولكن المصداقيه والشفافيه ده شعارنا على شاشه التلفزيون المصري. لو مستواش جامد احنا عارفين ان احنا ممكن نسيبه على النار شويه، وبقول الكلام ده من خلال الحلقه. التقليبه دي مطلوبه. يا نعم الكسكسي انا هعمله دلوقتي، بس انا سايبه للاخر. المخرج بيسال الكسكسي ده غير الكسكسي اللي بيتباع في العلب، ده طبعا بيتعمل على الايد اللي اسمه المبروم في الريف المصري والصعيد المصري، اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو. كانت الوالده الله يرحمها تجيب الدقيق والسمنه البلدي وتقعد طول النهار بايديها كده، ويبقى الديك الرومي او الذكر البط متربع على الغالي طول الشهر وقاعدين نزغطه، وفي الاخر ناخد شوط شوربه حلوين نعمل بيهم الايه المبروم، اسمه مبروم يعني، وبيسموه في دول الخليج المفتول. الحاجات دي كلها نبقى عارفينها عشان اللي بيتابعونا طبعا في كل انحاء العالم. ادي فخده الرومي اهو، ويتعمل وبعد كده اتحط في حله على النار، والحله دي بقى عليها مصفه كده من الالومنيوم، ونقفل حواليها بشويه دقيق مخلوطين بشويه ميه وشويه ملح، وتبقى سميكه وزي الفل. ده الريف المصري والصعيد المصري الجميل الحلو. زي الفل. ننزل بالخضار بتاعنا، قرع عسلي ده اساسي. اخواننا في المغرب وتونس بيحطوا برتقان وقرع عسلي مع خضار الكسكسي. هناخد الكوسه بتاعتنا. اللي هيقول لي دلوقتي الشيف المغازي بيقطع خضار على البلانشه مكان تقطيع الدجاج، الفلاسفه عادي، طالما ده هيخش على النار. طالما هيخش على النار لا تغير السكينه ولا البلانشه.
انما لو مش هيخش على النار اكيد طبعا لازم تغير السكينه والبلانش. بتنجان يتقطع كده انصاص ينزل في قلب الخضار، ممكن تحط بطاطس، ممكن تحط كمان قلقاس لو عندك، الكوسه نصين. الفلاسفه تقول لك ايه بقى؟ الشيف قطع البلانشه خضار مكان تقطيع الفراخ، وده لا يصلح، ولازم البلانشه تكون حمراء والسكينه تبقى ايديها حمراء كمان، ولازم الشيف يلبس اكسسوار في ايده علشان نفس لون البلانشه، وهكذا من القبيل. لا لا، الموضوع انك انت حاجه هتخش النار يبقى خلاص مفيش مشكله لو قطعنا على البلانش. وبعد كده نشيل كل ده ونغير كل ده لان هنخش في اكله جديده. ارفع كل ده زي الفل، نقلب ده كله على النار. اللهم صل على النبي. الفخده بتاعتنا مع الخضار الكوسه مع القرع العسلي مع الديك الروم مع البتنجان، كل ده. شفت الموزه دي يا شفيق؟ دي لما تستوي انا هاكلها. تحب انت انا ايه اقلب في الحله كده واطلع لك الخضار من تحت واجيب لك الحاجات الحلوه دي؟ انا عارف. اطلع فاصل؟ طب حد يسيب الحاجه الحلوه دي ويمشي بالله عليك؟ طب خلينا نسمع كلام مخرجنا الجميل، لازم نسمع كلام الكبير عشان ربنا يكرمنا، واللي ما عندوش كبير بيكون عنده كبير. تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي ان انا بروق مطبخي، وزي ما قلت لحضراتكم وما زلت اقول، وكل ما تيجي الفرصه اقول، نظافه مطبخك وترويق مطبخك بيديكي طاقه ايجابيه تقدري تقفي في المطبخ تبدعي وتطلعي حاجات حلوه قوي، عكس ما يكون عندك يعني ايه الثلاجه فيها كل حاجه ومطبخك مش رايق، حاجه مش هتطلع مظبوطه. حلو الكلام. واحنا هنا فريق عمل بنشتغل كلنا ايد واحده عشان الهدف بتاعنا واحد، نطلع صوره حلوه لحضراتكم. عندنا ايه؟ عندنا فخده الديك الروم على النار اهي، بتغلي على النار زي الفل. حلو تمام. وعندنا الكسكسي هشتغل فيه، ونبص على الدنيا كده ايه الحلاوه. اهو الخضار بدا لونه يتغير، الفخده بدات تستوي. هدفنا ان احنا نوصل الفكره لحضراتكم. هتقدري تقولي لي مش هتستوي في الوقت بتاع الحلقه؟ عادي، انا بوصل الفكره لحضراتكم. اهو زي الفل زي الفل. تعالوا نشوفوا مع بعض مقادير الكسكسي على الشاشه. عباره عن كسكسي طازه، ومعانا سمنه، معانا الشوربه بتاعت الفخده الرومي موجوده معانا. اخبار ايه؟ زي الفل. بنحط معلقه سمنه حلوه، دي طريقه يعني سهله ومختصره، مش لازم ان احنا نعمل حله الكسكسي. معلقه سمنه حلوه كده. حلو الكلام. وباخد شويه شوربه حلوين من الشوربه بتاعتي الحلوه دي كده. العب. اهو حلو. وابدا طبعا خلي بالك الشوربه دي عليها بهارات، هتعملي كنترول في البهارات هنا. واخد الكسكسي بتاعنا ده كده، اللهم صل على النبي. طبعا الكسكسي دي اكله من الريف المصري والصعيد المصري، شطار فيها المبروم زي ما قال عم اشرف الاسكندراني، اسمه المبروم. حلو. وهنا في بعض المحلات والسوبر ماركات بيتباع في علب مغلفه جاف، يعني الطريقه تختلف. لو انت شارياه مجفف تختلف. هنا بقى المجفف ده لازم يتحط عليه شويه شوربه وشويه سمنه ونقلبه مع بعضه كده ونرجعه للشكل ده كده، انما ده جاهز مش هياخد وقت مننا. زي الفل تمام. بنقلبه، نقعد نقلب كده لغايه لما كله يختلط بالسمنه والشوربه بتاعتنا الحلوه، ويبقى فيه طعم الديك الرومي. عاملاه بالبط يبقى فيه شوربه البط، عاملاه بالوز يكون فيه شوربه الوز، عاملاه بلحم ضاني يكون فيه لحم ضاني. يعني ايه القصه عايز اوصلها؟ ان تستعيني بشويه شوربه من الشوربه بتاعه الخضار او اللحمه اللي بتعملي بيها الكسكسي زي ما انا عملت دلوقتي.
عشان كده انا استنيت وانتظرت لغايه لما الحله اللي فيها الفخده الرومي تغلي بتوابلها ببهاراتها، واخد منها واقلب الكسكسي معاها كده بالسمنه البلدي، واسيبه على نار هاديه من وقت للتاني اقلبه، واذا احتاج لشويه شوربه هسه اديله شويه شوربه. فرسان التلفزيون المصري، تفاصيل الكسكسي من قلب الطاسه، والمغازي جاب الخلاصه. نقعد بقى جنب الكسكسي، وما عنديش حله كسكسي يا ابو محمد، اعمل ايه؟ الشيف المغازي قال لي لا كانت حله كسكسي من الشهر اللي فات. يا ست الكل في قلب الطاسه وعملناه. زي الفل. نقلب كده تمام، هنغطيه. خلي بالك النار هتكون هاديه خالص. نار هاديه. أثر النار عليه. هبدا اغرف الكسكسي. حلوه قوي. ايه الاخبار؟ بسم الله الرحمن. بص فخده بقى، سميتها فخده خلاص، بقت فخده. ايوه حبيبي. فخده الديك رومي، لا نستهز بيها يعني. شايفين الكسكسي ايه ده؟ لا جيب لي الكسكسي بقى ودلعه بقى. شفت شات الكسكسي ازاي؟ ايه ده فلفل. بص عجن. لا فين الشوربه بتاعت الفخده؟ في قلب الكسكسي. فين السمنه البلدي؟ في قلب الكسكسي. فين الزبده؟ في قلب الكسكسي. ارفع فوق، اروح عند الكرين، اروح عند الكرين. اروح عند الكرين. يا سلام. طبعا انا يعني انا بالنسبه للامهات اللي بتعمله انا فاشل يعني. ليه بقى؟ لان الام تعمله احسن مني. دي اكله امهاتنا رحمه الله عليهم يعني، واللي ربنا موجودين ونستمتع بيهم، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر. الام دايما شاطره في الاكلات دي. كسكسي بقى، طاجن باميه باللحمه الضاني، ملوخيه بالارانب. هو ده. شفت ازاي؟ ناخد ده يا عم الشيف، اللهم صل على النبي، ونغرفه. لا ارفع الحله عند الكرين، خلي بالك ما تخافش. شفت الكسكسي نازل بيضحك في الحله ازاي؟ بيتكلم مصر، لان اللي عاملاها يدي مصريه. ست طيبه والله، على مبنى مزبيرو من بره بنصب عليها كل يوم. صباح الخير يا شيف، مش عايز النهارده خضار، مش عايز بتنجان، لازم اسمع كل يوم الكلام الحلو ده منها، وبتدعي لي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ هرم 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 غذائي. حولنا الكسكسي لهرم. في قلب الطاجين بتاعه. عايز تشوف؟ انا حاضر والله العظيم اوريك كل حاجه. بيتفلسف عليا المخرج، عايز اشوف الحله شاط مني ولا ما شاطش. يا غالي هجيب لك. في قلب الحله. والله ما فيش اي حاجه خالص، الحمد لله رب العالمين، المال الحلال ربنا مبارك فيه. في قلب الطاسه. حلو قوي. هعمل ايه؟ هاخد الخضار بتاعه، احط منه شويه على الوش، وشويه اقدمهم جانبي كده، اللي عايز يزود اهلا وسهلا. حابب طبعا تكون الطاجين على الخشب، ايه رايك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ناخد الخضار بتاعنا ده كده، ونروح عند الكسكسي نحط شويه، وناخد الفخده او الموزه يعني او الورك ده نشوف نفسنا بيه. اول ما تلاقي اللحم سام من العصعوصه او من الورك بتاع الديك الرومي اعرفوا انه استوى. تفاصيل على الشاشه. دي شوف دي كانت فين وجت فين. حلو قوي. ناخدها زي ما هي كده. هوبا تعالي يا حلوه. الخضار بتاعنا، قرع عسلي ماشي، بتنجان ماشي، كوسه ماشي، عايزه تحط جزر اهلا وسهلا. ما تحطوش شوربه، خلي الشوربه جانبي عشان ما تعجنش الكسكسي. خلي بالك طريقه الغرف برضو لازم لها ايه؟ مدرسه. ناخد شويه قرع عسلي كمان، المخرج عايز قرع عسلي. طلع معاك شويه شوربه وتتحط مفيش مشكله عادي. ونجيب طبق للتقديم. عايز اعمل السموزي. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هو ده. ده عدله هنا، خلي ده هنا كده زي الفل. ناخد الخضار بتاعنا ده كده، الشوربه دي انا عايزها. خلي بالك الكسكسي من الاكلات اللي بتتقدم طبعا في شهر رمضان الكريم، ربنا يعود ايامه المباركه علينا ان شاء الله. هانت
اللي بتبقى على السفرة بتقوم بدورين، دور الشوربة ودور الخضار. تلاقي يعني بس لو احنا عاملين كسكسي بيبقى مفيش داعي للشوربة، يعني بيبقى شوربة اللحمة أو شوربة الفراخ أو شوربة الفخدة الضاني دي كده كميتها الغذائية عالية جدا وعلى السفرة. تشكيلة من الخضار، الخضار اللي عندك بقى. أنا النهاردة حطيت كوسة وبتنجان وقرع عسلي، أنت ممكن تحط جزر، تحط بطاطس، تحط قلقاس. لا بسلة ما تنفعش، البسلة هنا ملهاش مكان بينا خالص. أشيل الحلة وأغرف كل ده، مخرجنا عايزنا أغرف كل ده أهو، بيحب هو يشوفني وأنا بصب كده. يا صبابين الشوربة زيدوا إيه حلاوتها. زي الفل، تمام، خلصنا. أشوف المحشي دلوقتي، التركاية الأخيرة بحط عليه جبنة. يا ولا هو ده، زي الفل. حلقتنا النهاردة فيها تفاصيل كتيرة ومعلومة غير معلومة، وكمان رحنا المطابخ العالمية جبنا منها أكلة مشهورة اللي هي الكسكسي بلحم العلوش أو بالدجاج أو باللحم أو بالديك الرومي، عملناه بخفة دم مصرية وبطعم مصري. عملنا كمان عصير المانجا اللي بتتكلم مصري، وما ننساش المحشي المكسيكي بطعم مصري. رؤية فن إبداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. منين يا مغازي؟ من ماسبيرو. We'll be right back.